لكن دعني أذهب إلى دكتورة تمارا حداد وهي الكاتبة والباحثة السياسية. دكتورة تمارا، لعلك استمعت إلى كلمة الرئيس الأمريكي في ختام زيارته إلى تل أبيب. في أي سياق يمكن أن نضع التصريحات الأمريكية الأخيرة وهذا الدعم اللامحدود من قبل واشنطن إلى تل أبيب؟ في البداية أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة وضيوفك الكرام. باعتقادي أن التصريحات الأمريكية هي تشير إلى تنفيذ المخطط، وهو مخطط ترانسفير، وهو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. ليس هذا فحسب، على مستوى إذا تم نجاح خطة التهجير من قطاع غزة سوف يتم استمرار هذه الصورة المستقبلية للضفة الغربية. باعتقادي أن المواقف المصرية الرسمية، هذا بالعكس، يعني كلمة الرئيس المصري السيسي اليوم كانت كلمة تؤشر إلى تحقيق مؤشرات الأفق السياسي الفلسطيني، وبالعكس هي مع قرارات، هي تتناسب مع قرارات الشرعية الدولية، وبالتحديد المادة 181 التي تحت إطار قرارات الأمم المتحدة، التي تشير يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، وأن تكون عاصمتها القدس الشريف. وهذا تتناسب مع الموقف أيضا المصري الذي تم الإشارة أن على الشعب الفلسطيني أن يحرر أرضه ضمن سياق الدولة الفلسطينية لعام 1967 وعاصمتها القدس أيضا الشرقية. وعندما تم إلى حديث بأقواله أن أرض سيناء هي سيادة مصرية، هذا شيء طبيعي جدا. بالفعل سيناء هي أرض مصرية، على الشعب الفلسطيني أن يبقى على أرضه، بمعنى أن هذه التي يشنها الولايات المتحدة الأمريكية، الحرب الحالية ليست هي حرب بين إسرائيل وأيضا المقاومة الفلسطينية أو المدنيين في قطاع غزة. هذه الحرب هي عبارة بين المدنيين الفلسطينيين وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تضع الفيتو على كل المشاريع التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المشاركة العسكرية والمالية واللوجستية وأيضا النخبوية الأمريكية، كل هذا إشارة أن قطاع غزة تحارب أمريكا، لا تحارب الكيان الصهيوني، بمعنى أن هي تحارب أكبر قاعدة أمريكية متقدمة في منطقة الشرق الأوسط. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عندما تشير إلى قرار تصفية القضية الفلسطينية، لأن الهدف الأساسي ليس فقط الهدف العسكري أو القضاء على المقاومة أو القضاء على المدنيين، الهدف الأساسي تصفية القضية الفلسطينية. سأعود إليك دكتورة تمارا، نعم سأعود إليك للحديث بعمق أكثر عمقا في هذه النقطة.